لا شيء يفقد الإنسان آدميته وقدره كما تفعل المخدرات. بهذه العبارة لخص الطبيب النفسي مؤيد السالم آفة المخدرات. وفي فقرتنا القانونية كل أحد نود اليوم تسليط الضوء على نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وما هي الحالات التي قد تعفى من العقوبة في حال كان التبليغ من أحد هؤلاء الذين سيذكرهم بالتفصيل أكيد المستشار القانوني الأستاذ محمد الوهيبي. هل أسهل بك أستاذ محمد؟ طبعا في البداية نبغى نعرف أو نعرف الناس أكثر على نظام مكافحة المخدرات، ما هو؟ طبعا نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية هو نظام تم تشريعه وسنه في المملكة العربية السعودية، وهو موجود في كافة دول العالم، ولكن يختلف من دولة إلى دولة عن نوعية المخدر أو عن حجم الكميات. يعني في بعض الدول تشرع تعاطي المخدرات ولكن بكميات محددة أو بكميات معينة وإلى آخره، وهناك بعض الدول تتعمد بأن تكون المخدرات متاحة في يعني للمجتمع لأهداف سياسية أو لأغراض سياسية، لتغييب وعي المجتمع، لتشتيت بعض العقول المفكرة. مثل ما أنت ذكرتي قبل قليل، المواد المخدرة هي من أوائل المسببات اللي تفقد للإنسان آدميته في تصرفاته وحتى في تفكيره. والدليل أنه غالبية النكت اللي احنا نشوفها أو اللي تثار أو اللي كذا، هي تكون في الغالب ترى مواقف فعلية، ولكن الناس تتداولها على أنها نكتة ولكن هذه مواقف فعلية. هل أحد مننا يقبل على نفسه أنه يتعرض لهذا الموقف؟ لا، بطبيعة الحال أنه لا. فنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية هو نظام يحدد ما هي المواد المخدرة، وما هي حجم العقوبات، وما هي الحالات التي ممكن تخفف فيها العقوبة، وما هي الحالات التي تعفى بها من العقوبة. وهذه الفقرة خاصة اللي فيها إعفاء من العقوبة لا توجد في أي نظام في العالم إلا في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المملكة العربية السعودية. صحيح. وهذا إن جاء من حرص القيادة في المملكة العربية السعودية، متمثلة طبعا في سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، بأنهم الهدف هو الحفاظ على المجتمع وليس بتجريم المجتمع. أنا كدولة مو من صالحي أنه يكون عندي 60,000 واحد رد سجون أو من أرباب السوابق، وأنا كان ممكن أني أنا أقوم سلوكهم، خصوصا أنهم شباب في سن صغير، خصوصا المتعاطين يعني اللي توهم داخلين لهذا المجال. لكن لا، في الترويج ما في تساهل في النظام طبعا. في التهريب ما في، في الزراعة اللي يستوردون بذور أو يهربون بذور ويزرعونها، هذه ما فيها تساهل. فمن هذا المنطلق جاء نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية أنفقت عشرات الملايين، ولما أقول عشرات الملايين والله ما هي صيغة مبالغة، لا هذا واقع، على مراكز صحية وتأهيلية. صح. وعلى مبادرات توعوية وخصوصا داخل المؤسسات التعليمية، لأنه هي دائما يكون يعني الصيدة الفعلية في المؤسسات التعليمية. أوف. يعني يبدأ الشخص في الدخول في هذا المجال في المؤسسات التعليمية، لأنه في مجال في بيئة العمل غالبا الشخص بيكون وصل للوعي الكافي، فمو سهل أنك تلعب عليه أو تضحك عليه. وأيضا الوضع المالي بيكون يختلف تماما، فأنا ممكن اليوم أستدرجك للتعاطي، بكرة أستدرجك للترويج، بعده أستدرجك للإهداء، بعده إلى التهريب عشان سنهم الصغير. بالضبط. طيب محمد، من ممكن تكون الجهات المخولة في النظر بشكل عام لكل جرائم التعاطي والترويج؟ طبعا عندنا الجهات الأمنية بكافة أنواعها، مختصة ب يعني رصد هذه الحالات وبمعالجتها، ومن ثم يتم إحالتها إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم إحالتهم إلى المحكمة الجزائية للمطالبة بإسقاط العقوبات عليهم. طبعا العقوبات في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تتراوح من القتل وحتى الإعفاء من العقوبة. هذه عقوبة المتعاطي؟ لا، عقوبة التهريب. التهريب يعني في النظام بشكل عام تصل إلى القتل، وأقل عقوبة في النظام تكون ممكن تصل إلى الإعفاء من العقوبة. أنت عطيت، تخيلي شوف من وين إلو. صحيح. الدولة عطتك خيارات، تبغي الإعفاء من العقوبة موجود، بادري وتعالي وحنا نحتويك ونعالجك إلى آخره، وبسرية تامة لا يمكن تخرج معلومة. جميل. شخص في المصحات للعلاج مستحيل، رجل، امرأة، شاب، فتاة، طفل، طفلة، في أطفال يتعاطوا مخدرات، يا الله، السرية تامة جدا.
ولا تسجل في الملفات الصحية اللي موجودة، عشان ممكن بعض الشباب أو البنات يجي تقول لك طب بكرة لما أجي أتزوج ممكن يعرفون أني أنا كنت أو إلى آخره. لا، طالما أني أنا بادرت ورحت قلت يا جماعة الخير أنا أبغى أتحاسب ساعدوني أو في شيء آخر. وهذه رسالة أوجهها لكل زوجة ولكل زوج ولكل أب ولكل أم ولكل أخ ولكل أخت، إذا كان في مجتمعكم أو في بيتكم متعاطي للمخدرات بادروا بالإبلاغ، حماية لهذا المتعاطي من ناحيتين، حماية للعلاج وحماية من العقوبة. ولي خاف. يعني في بعض الأمهات جاي في هالكلام، في بعض الأمهات فجأة يقولها طب بلغي عليه، مش بلغي يسجنيه، بلغي عشان يتعالج. لما تقولي لها كذا تقول يعني أسجن ابني بيدي؟ لا، أنت ابنك راح يتم أخذه ومعالجته، أفضل ما بكرة يروح ويحكم عليه بعقوبة تضيع مستقبله. أيوة، بس هي هتبلغ جهة أمنية، فعشان كذا بيكون الخوف. لا، هي ما هتبلغ جهة أمنية، هي هتبلغ لجنة. اللجنة هذه تحت إشراف هذه الجهة الأمنية. اللجنة هذه خاصة بمعالجة مدمني المواد المخدرة، يعني ممكن الرقم ممكن يعرض على الشاشة 1955. الرقم هذا خاص باستشارات المدمنين، إذا ما خيبتني الذاكرة دوامهم من الساعة 9 الصباح إلى الساعة 6 المغرب في استقبال الاستشارات والتوجيه السليم والصحيح لكيفية العلاج. بس أستاذ محمد، يعني هذا الشاب أو الشابة الشخص المدمن لما يكلمون على هذا الرقم الأهل مثلا، هل يعني يأخذونه بالإجبار ولا برضا؟ لا، لازم يكون راضي ويطلع معهم، ولا هو يعني يقرر ومقتنع أنه يروح؟ لأنه بعد هذه مشكلة، شلون يعني ممكن الأم تبلغ ويجون يسوي مشكلة بعدين تصير مشكلة؟ يعني في النهاية مدمن. صح. إحنا ما نتكلم عن شخص سوي أو شخص طبيعي ممكن يروح يسوي لهم مصيبة في البيت. صحيح. لو اكتشف. طبعا هنا استخدام القوة في أخذ الشخص أو التساهل معاه أو محاولة إقناعه أو كذا، هنا تختلف على حسب درجة الحالة أو سوء الحالة اللي موجود فيها المتعاطي. من اللي ممكن حدد؟ تكون بنت. اللي يحدد هو المركز، مركز الاتصال يبدأ يحدد. ممكن يكون فيها حالات اعتداء، ممكن يكون فيها حالات، يعني واحدة من الحالات اللي عرضت علينا كان الولد كان تقريبا ثاني متوسط أو ثالث متوسط وماسك سكين ويهدد لنحر أمه. يا الله. طبعا هذه ما فيها تساهل. صح. هذه ما فيها تساهل. فبالتالي الإبلاغ مهم جدا 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 لحماية ابني أو بنتي أو أخوي أو أختي أو زوجتي بالشكل هذا. ليش؟ أول شيء أنا حافظت عليه من العقوبة، يعني ما راح يصير من أرباب السوابق. الأمر الآخر أني أنا لحقت العلاج في مراحله الأولى، يعني قابل للعلاج. في بعض الحالات ممكن تكون خلاص غير قابل للعلاج، فبالتالي أنا خسرت هذا الشخص. طبعا. فعلشان كذا الدولة ما قصرت، وضعت هذه المبادرات، دائما تقوم بالتوعية. العلاج مجاني بدون أي مقابل، يعني حتى في بعض الناس يقول لك طب أنا ما عندي القدرة، وفي بعض الناس تروح تدفع مئات الألوف في مصحات لعلاج الإدمان خارج المملكة. صح. يقول لك والله أنا علشان الفضيحة. صح. وفي الأخير يكتشف أنه لما راح هناك في بعض الدول العربية المصحات هم يوزعوا عليها مخدرات. المدمن نفسه يعطي مثلا للممرض اللي موجود أو للممرضة مبلغ مالي ويوفر له عشان يوفر. فين هذا؟ في دول في بعض عربية الدول العربية. يعني هذه حالة مرت علي كانت لأم، فقلت لها سلميه هنا، يعني وديه المصحة وبيتعالج. قالت لا، أنا بوديه للدولة الفلانية، دولة مجاورة، أنه يتعالج. أحد يمكن سنة أو نص أو سنتين تواصلت معي، قالت تخيل لما رحت هناك اكتشفت أنه الولد زادت حالته سوءا. طبعا. فكان اللي موجودين يبيعوا لهم المواد المخدرة. طبعا ليش؟ لأنه مركز استثماري في الأصل. بالضبط. يعني قليل جدا تجد في دول العالم أنه مراكز حكومية أو مصحات حكومية هي اللي تتكفل بعلاج هؤلاء المدمنين. المدمن مريض يجب أن احنا نبحث عن حلول للعلاج، ولكن ما نبدأ ننظر لها من ناحية اجتماعية ونترك الناحية الإنسانية والواجب السلوكي والأخلاقي اللي واجب علي أنا كأخ كأخت كأب كأم كزوجة. يعني حتى الزوجات في بعضهم من يوم تعرف أنه متعاطي أو كذا أو إلى آخره، فتجي تقول لك لا، وأنا وبثبت عليه وبروح وبأرسل لأهلي وإلى آخره وإلى آخره. لا، المفترض أول شيء تفكرين فيه، خصوصا إذا كان بينكم أطفال، أنك تفكري كيف هذا يتعالج، كيف يتقوم سلوكه. صحيح. الدولة فاتحة أبوابها. الكلام هذا ما هو كلام إنشائي. الكلام هذا فعلا على حالات وقفنا عليها على أرض الواقع. الدولة لم تقصر في موضوع مكافحة المخدرات وإعادة تأهيل مدمني المخدرات
بأي شكل من الأشكال، لا سلوكيا ولا نفسيا ولا علاجيا ولا حتى اجتماعيا. طيب هذا بالنسبة للمتعاطي وكيف تتعامل معه الدولة من ناحية إعادة تأهيله وتبنيه وعلاجه من ذلك الكلام، لكن خلينا نتكلم على الجانب الآخر، وهو إذا وقع أحد المراهقين في فخ الترويج، إيش العقوبات اللي بتصير عليه، خصوصا أنه سنه صغير، أنه ما عنده سوابق، كيف بتتعامل معه الدولة؟ طبعا هنا انتقلنا من جهاز أمني ومن ثم من جهة تحقيق إلى القضاء. هنا القضاء هو اللي يحدد ما هي الظروف اللي ارتكبت فيها الجريمة، ما هو سن هذا الشاب أو الفتاة اللي ارتكبوا هذه الجريمة، هل كان الترويج استدراج ولا كان هو فعلا ممارسة. يعني معليش، احنا الآن في ناس أعمارهم 18 سنة و 19 سنة مخهم أو عقليتهم أكبر مني ومنك. هذا خفف عليه على أساس والله. هذا خفف عليه على أي أساس؟ بس هو صغير، هو قانونيا هو تحت السن القانوني. السن القانوني 18. 18 إذا كان 16. أنا بقول 19 أو 20. فهنا تختلف على حسب الحالات. القضاء عندنا في المملكة العربية السعودية وخصوصا مع هذه الحالات رحيم مع من يستحق الرحمة وشديد مع من يستحق القسوة. يعني لما يجيني شاب أو فتاة وتتسبب في إفساد 3-4 بنات ثانيين، لا هذا لازم أشدد عليها طبعاً. لكن واحدة كانت ضحية، تم استدراجها بالزبط. أو تم إهامها أو تم وضع هذه المواد المخدرة بشكل يعني غير مباشر. ترى حالات الغش في المخدرات كثيرة جدا، في بعضهم ترى حقن لقرورة الموية. أوف. إحنا متعودين من يوم حنا صغار يقول لك لما تجي تفتحينها لما تجي تفتحين قرورة الموية يقول لك لازم تسمعين الطقة. صحيح. حتى الطقة هذه مهم مقياس. أوف. إن الإبرة على نحفها تخيل كذا سوي لما أسافر برا، لما نسافر برا صح. بس ممكن لو أحد ثاني جالس في المكان وشافك قاعدة تسوين كذا بيقول هذه يعني ما هي صاحية. لا بس إنه كمان محمد عشان نكون واقعيين، الواحد كمان لازم يخاف، خصوصا لما تكون الدولة اللي أنت رايحة بيحطه يعني في العصير كان عندها مشاكل وكذا، فإنه كمان مش طبيعي. أبغى أسأل عن حاجة مهمة جدا، هي العقوبات البديلة، هل يشمل نظام أو خلينا نقول جرائم في نظام المخدرات يعني تحديدا يكون في جرائم بديلة أو عقوبات بديلة عفوا؟ نعم، نص عليها في النظام، ولكن هذه تكون في حالات دقيقة جدا أو بسيطة جدا اللي هي منحصرة في الغالب في التعاطي. لكن مروج قاعد يبيع كل يوم أو قاعد يروج أو كذا، وفي معلومة مهمة جدا، في بعضهم يجي يقول لك لا أنا ماني مروج، أنا أعطيت فلان هدية. الإهداء عقوبته أعظم. أوف. لأن أنت قاعد تسهل في تعاطي المخدرات. ففي بعضهم نشوفهم يعني نشوف بعض الأحكام القضائية اللي تصدر أو بعض محاضر التحقيقات أو كذا، يجي يقول لك لا أنا أعطيت فلان والله ما بعت له، أنا ماني ببياع، أنا أعطيته إياها هدية. يحس إنه هذا مخرج له. بالضبط. ويعتقد إنه كذا لا أنا خرجت من الترويج، لا أنت كذا دخلت في الإهداء. فإنك لو قايل الأولى كان أهون. هنا المحكمة تبدأ تنظر للوضع الاجتماعي للشخص، للشاب أو الفتاة. هنا المحكمة تبدأ تنظر للسن، تبدأ تنظر للجانب النفسي. يعني ممكن يكون في شخص تعرض إلى ضغوط، هذه ما هي مبررات، ولكن إحنا بشر، وهذا جمال القضاء السعودي إنه يعاملنا كبشر قابلين للخطأ وقابلين للصواب. صحيح. فبالتالي مو أول غلطة يخطئها الشخص فبالتالي أنا أنهي مستقبله. يعني نظام صحيح. مكافحة المخدرات، اسمح لي بس أقول هذه النقطة، نظام مكافحة المخدرات فيه عفو بشكل رحيم، يعني مو كل شيء مثلا، مش القانون حتى سواء كان تحت 18 أو فوق 18 سنة، مو القانون المسن اللي هو راح يطبق على الشخص سواء كان مروج أو متعاطي. أو أنا سهل لك إياها شوي، نظام مكافحة المخدرات أعطاك خيارين، تبغى تحافظي على مستقبلك تعالي إحنا نحتويك وإحنا نعالجك وإحنا نسوي وكذا، تبغى تقولي لا والله أنا أذكى من الدولة وأذكى من الأجهزة الأمنية وبتعاطى والمادة المخدرة هذه ما توصل للإدمان وأنا دائما أعرف ناس في دول ثانية، وإلى تبغى تعيشي هالجو عيشي، لكن لو تم القبض عليك وبحوزتك يا ساتر يا لطيف لا يعني راح يتم معاقبتك بعقوبة دون رحمة، عقوبات أيوه دون رحمة. صح. فبالتالي علشان كذا أنا أكرر وناشد كل أب وكل أم وكل أخ وكل أخت وكل زوجة وكل زوج بأنه إذا كان لديكم في المنزل مدمن بادروا بالمطالبة بعلاجه، يتعالج ويكون عضو فعال وناجح في المجتمع نعتز ونفتخر فيه إحنا كمجتمع. صح. أفضل ما بكرة أو بعده أو بعد ساعة ممكن يجيك خبر أنه تم القبض عليه وأصبح من أرباب السوابق
ودمر مستقبله. صحيح. أستاذ محمد شكرا أول شيء على رسالتك الجميلة. شكرا. واللي إن شاء الله تكون وصلت لجميع الناس وجميع الفئات وجميع الأشخاص اللي ممكن يشوفونا الحين ويقدرون يربطون بالموضوع. أستاذ محمد الوهيبي مستشار قانوني شكرا لك نورتنا. شكرا لكم يعطيكم العافية. مشاهدينا لا تنسون تتفاعلون معنا عبر هاشتاج البرنامج برنامج سيدتي. فاصل من بعد مكملين.